الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك، العيد مربوح. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان القادم بعدما سألناه وبلغنا رمضان الماضي. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان القادم لمزيد من الاستثمار في الطاعات وفي القربات. ولواية مثلا ستماثين فين يعني رمضان وين يعني العيد. وها ربي رمضان ذي المدرسة إنسلم فري يحفظ لك نحفظ أمشي الحافظ في الظالي ثنغ أمشي الحافظ في القيام في الظالي ثنين دقيل أمشي نحافظ في رمضان. الحمد لله والسني الهان يوصد في الاسم في صلاة عليه السلام. أما ذي السلام قارن الصابرين يعني السيامة شوال، أما ذي الاثنين، أما ذي الخميس، أما ذي القرآن الكريم يقلان يعمر أولون يعمر اللغن ذي قوقورق رمضان. ونسيري ذي ربي سبحانه عز وجل بشايخ المربي إفادا ونفع ذارا لا في القيام ولا في الظليث ولا في رمضان. الأمر ويسين ويقاذ إفذان تظليث وقور رمضان. توجه برسالة خاصة إلى من شرع في الصلاة في هذا الشهر المبارك. كثير من الناس بدأوا صلاتهم في رمضان وهذا العنوان ينفعهم جدا، ربانيون لا رمضانيون. نقولهم استمروا في الأمر في المحافظة على الصلاة، لأن الصلاة فريضة. في حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، يعني الصلاة هي الركن الثاني بعد التوحيد بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. صحيح نحن في بلاد الجزائر وفي المغرب العربي عموما الصيام أكثر حظا من الصلاة، يعني الذين يصومون أكثر من الذين يصلون. هذه المسألة يمكن أن تنكر، ولكن نتمنى أن نحترم فقه الأولويات. لا يعني هذا أننا نفرط في الصيام أبدا، فهو ركيزة من ركائز الدين، وإعطاء الحرمة والهيبة للصيام هذا أمر مشرف، وهذا الأمر يمثل نقطة القوة في التزام المسلم بدينه. ولكن أمرنا كبير في الله عز وجل باش هؤلاء الذين يصومون أيضا يحافظون على الصلوات، لا فقط في شهر رمضان ولكن حتى بعد رمضان. في غادي نغي وكاذ يعني إفذان تظليث قوقو رمضان أو ربي الحرزن الدين نسن والحافظن في الظليث نسن. مولاش السينما كان سينا الشيخ رمضان وكذيون مذياز ويفكر ربي الحكمة ويفكر ربي أنت حدد بوال إن كان المؤمنين يوانرو في الوقت هكذا هنا لا ما تشكين عودة تضرو إن سلم ورن تظل السوق ما يعمر ذي يفرو غس ما يزنس الغلام. مدرسة الصيام مدرسة كبيرة جدا أخذنا منها الكثير، ولكن هذا الزاد العظيم الذي أخذناه من هذا الشهر المبارك لابد أن نعمل على المحافظة عليه خلال الأشهر القادمة في السنة، ويبقى الالتزام مستوى الالتزام التزام المسلم بدينه في مستوى رفيع باستمرار، ويكون مؤهلا ليرتقي في مدارج الكمال في مدارج العبادات ويكثر من القربات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله حي لا يموت، لا يجب أن نعمل جميعا لكي نكون ربانيين لا رمضانيين.